مشاهدينا الآن نروح لفقرتنا الجديدة علمنا كيف. طبعا هي فقرة أسبوعية نحاول من خلالها تنمية المهارات في مجالات عديدة ومختلفة، وهذه المرة عندنا مهارات التصوير مع المبدعات أروى ورؤى. يا مرحبا لكل المهتمين في مجال التصوير، حابب تكون مصور رهيب، مصور فنان مبدع ومحترف؟ رح نكون معاكم في برنامج ساعة شباب فقرة تعلمني كيف. معاكم رؤى محمد، مصورة فوتوغرافية بدأت في مجال تصوير الأعراس من 2014 تقريبا أو مناسبات بشكل عام، وبعدها انتقلت لتصوير food products وكمان fashion، وحاليا أنا الفاوندر of RR agency. أنا رواء محمد، خريجة جامعة العمال، درست تصميم إعلانات، وفي 2015 بدأت في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي، وفي 2018 بدأت في مجال التصميم إلى أن وصلت إني أكون الكوفاوندر لآر آر إيجنسي. عشان نكون مصورين رهيبين على قرة، رح نكون معاكم في سلسلة من الحلقات رح نتعلم فيها أساسيات التصوير، مثلث التعريض، أنواع الزوايا، أنواع الإضاءات، أنواع العدسات، وغيرها أشياء كثير تخص عالم التصوير. يلا نبدا الجد. اكشن اكشن، حقتي احلى. لا لا حقتي احلى. لا لا اكشن. يلا نبدا الجد. يلا. السؤال اللي دائما يدور بين المصورين، او احنا نسميها الحرب العالميه بين المصورين، ايش افضل كاميرا، ايش افضل نوع كاميرا؟ ناس تقول نيكون، ناس تقول كانون، ناس تقول فوجي، ناس تقول سوني، واختلفت الاراء. ولكن في النهايه افضل كاميرا بالنسبه ليك الكاميرا اللي حتساعدك في التصوير اللي انت حابب تصوره، وحاجه ثانيه ميزانيتك. سو اختيار الكاميرا حقتك حيعتمد على حاجتين، احتياجك ليها والميزانيه حقتك. بالنسبه لي كرؤى، اول كاميرا بدات فيها بدات بدي 3100، صح رؤى؟ 3100. ايوه صح، 3100. بدات 3100 صراحه كانت في وقتها وفي بداياتي كانت ممتازه جدا، كانت قيمتها حول يمكن 3000 ريال. وبعد كده لما بدا الشغل يكبر معايا ويزيد الشغل وكنت ادور على نتائج افضل وتصوير افضل، اضطريت اني اغير الكاميرا. رحنا للدي 5، اقصد قبلها دي 810. لا تنسيها لو سمحت حبيبتي، لا تنسيها 810. دي 810 خدمت معانا فيلم ممتازه جدا، وبعدها انتقلنا للدي 5. طبعا اسعار الكاميرات تتراوح يعني من، خلينا نقول، من 3000 الى 24000 الى ما لا نهايه، على حسب نوع الكاميرا، نوع العدسه، هذه كلها الاشياء بتفرق معاكم في النهايه. نشوفكم الحلقة الجاية، باي. إن شاء الله تكونوا حبيتوا فكرة الفقرة، وفي كل مرة راح تكون معنا فقرة أسبوعية ثابتة بعنوان علمنا كيف. كل مرة وفي كل أسبوع راح نعلمكم مهارة جديدة في مجالات مختلفة، وممكن أكيد تشاركونا أفكاركم عبر حسابنا في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا إنستغرام اللي حيظهر على الشاشة الآن، ومرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم، وبإذن الله أشوفكم بكرة في حلقة جديدة. فمان الله.